زي ما احنا شايفين كده بيبدأ يحدد أماكن البلاندنج خلاص اللي بتبقى تحت التايبين، بيتعمل فرشة نظافة بتبقى برضو بارزة عن التايبين من ناحية اليمين والشمال 10 سنتي من هنا و10 سنتي من هنا، فهو بيبدأ يحدد أماكن البلاندنج على حسب المخطط وبيقفلها بالتختة زي ما احنا شايفين كده لأنها بتبقى ارتفاعها بس 10 سنتي، فبيقفلها بالتختة. وطبعا بنقفل احنا حوالين التختة يعني اللي مبيبقاش فيه الفراغات دي خلاص، بيتردم حوالين التختة بنفس الشكل ده كده حوالين التختة بالكامل، بتتردم حواليها بالكامل بحيث ان انا اقفل على الخرسانة اللي هتتصب يعني. ده زي ما احنا شايفين المخطط بتاع الجراوند بيم تمام، هو بيبقى كاتب على كل جراوند بيم الاسم بتاعها، طبعا اختلاف الاسم يعني اختلاف في التسليح او اختلاف في الابعاد بتاعت الجراوند بيم نفسها، فعشان كده بيميز كل جراوند بيم عن الثانية باسم مختلف تمام. فاحنا هناخد مثال يعني مثلا اللي هي جراوند بيم 3 دي تمام، بروح اشوف في المخطط جراوند بيم 3 دي البوتوم 2 فاير 14 وفي عندي حديد اكسترا 2 فاير 14 والتوب 2 فاير 14 والاكسترا 2 فاير 14 والكنات عندي 6 فاي 8 على المتر، ده بالنسبه للتسليح. يبقى انا عرفت كده ابعاد الجراوند بيم والتسليح بتاعه. طيب انا دلوقتي شغال في البلاندنج، فبدل ما هعمل 20 هعمل عرض البلاندنج 40، بيبقى فيه بروز 10 من ناحيه و10 من الناحيه الثانيه تمام. يبقى انا كده عرفت هعمل البلاندنج قد ايه، وطبعا عارف الاكس بتاعها على المخطط يعني هي جراوند بيم 3 هي على اكس 3 تمام، واقعه ما بين العمود اللي هنا ده والعمود ده تمام. يبقى انا كده عرفت مكانها، عرفت التسليح بتاعها، عرفت ابعادها، ببدا انفذ البلاندنج. وبعد ما بخلص البلاندنج هنشوف ان شاء الله يعني ازاي بنفذ الجراوند بيم نفسها. بعد ما صبينا البلاندنج طبعا بدهنا بالبتومين زي ما عملت في القواعد، وبعد كده ببدا شغل التايب بيم عندي. طبعا زي ما احنا قلنا بشوف المخطط بيبقى محدد عليه الاكسات وبعد التايب بيم ده عن كل اكس كام، فبيبدا النجار يقص الخشب بتاعه. طبعا انا ببقى متفق معاه على طريقه قص الخشب البلاود عشان ما يهدرش معايا بعد كده، فده كله بيبقى في بالاتفاق قبلها يعني قبل ما بيبدا قص في البلاود ببقى انا متفق معاه انت هتقص كذا عشان انا ممكن استخدم الخشب ده مثلا في البيم بتاعت السقف، ممكن استخدمه في العمدان، فعشان ما هضرش في الخشب عندي بتفق معاه في البدايه ان انت هتقص هنا في الطاي بيم هتقص كذا، هتقص الخشب بتاعك على كذا. يعني مثلا هو اللوح بتاع البلاود ده بيبقى 120، انا بقول له مثلا انت هتقص 80 هيتبقى لك منها 40، ال 40 دي هتستخدمها في مكان تاني. فطبعا بيبدا يقفل الجناب زي ما احنا شايفين. طبعا الحداد اثناء ما هو شغال النجار بيبقى شغال في الكنات لان عشان يكسب وقت يعني، فهم لسه شغالين لسه بادئين يعني يعتبر النهارده خلاص. طبعا زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن موضوع السور، البنا شغال في السور وقفت العمدان بتاعتي خلاص بحيث ان انا انجز في موضوع السور ده. هو دلوقتي خلص الحديد بتاع التاي بيم، فهنستلم مع بعض كده جزء من الحديد عشان نشوف بنستلم ازاي. يعني احنا مثلا واقفين هنا في المكان ده، فهنا في جي بي 3 وفي بعدها جي بي 4 وفي هنا جي بي 1 خلاص، فنشوف الجدول التسليح بتاع البيمات دي ازاي وبعد كده نشوف هنستلمه ازاي على الطبيعه. فعندنا جي بي 2 فاي 14 في السفلي وفي عندي سخين اكسترا، وبعد كده 2 فاي 14 في العلوي خلاص. ففين جي بي 3؟ جي بي 3 ستار، جي بي 3 ستار 2 فاي 14 و2 فاي 14 ده سفلي وعلوي، وبعد كده الاكسترا تحت 2 فاي 14. حديد العلوي 2 فاير 14 والسفلي 2 فاير 14 بس هو عوض ب 16 لان الحديد 14 كان خلص، وعندي فيه 2 سيخ اكسترا في السفلي بيتركبوا في نص البحر طبعا خلاص زي ما احنا شايفين كده، بادئ عندي من اول هنا السيخ الاكسترا وماشي مكمل لحد هنا كده تمام.
وفي عند الاكسترا هنا هو المفروض 10، فهو مركب 2 في 12 عشان ال 10 برضو خلص. وطبعا بستلم عدد الكنات، سوي قياس عدد الكنة، بيوقف المتر هنا كده تقريبا في نص المسافة بين الكنة والتانية، وبنقيس ادي 1 2 3 4 5 6 7، ستة خلاص. هو لحد هنا كده، ده كده المتر اهو. فانا بقيس عدد السياخ في المتر، فهو هنا 6 زي ما هو موجود في المخطط. بعد كده بقيس العمق بتاع البيم، 64. تمام، ادي 64. هي بتتقاس بطول الرنج نفسه، بالارتفاع بتاع الرنج نفسه. فهو هنا عندي الداير كله موجود في المخطط 20 في 60 في الجدول، بس المخطط نفسه مكتوب ان الاكسترنال بيم 20 في 70. فهو عامل الرنج هنا 64، يبقى هو كده محقق الارتفاع المطلوب. ده كده ازاي بستلم التاي بيم نفسه او اي بيم عامة. بستلم الحديد التسليح بتاعي، عدد الاسياخ اللي في البيم نفسها، القطر بتاع الاسياخ، بشوف عدد الكنات في المتر كام. بعد كده بشوف الاماكن بتاعة الوصلات. يعني هو هنا مثلا لو جينا شفنا هنا، هو واصل في الحديد العلوي، واصل في نص البحر. يعني عندي ادي عمود هنا اهو، وفي عمود هنا، فهو واصل هنا في الحديد العلوي في نص البحر. وفي الحديد السفلي لو جينا بصينا هنا هنلاقيه واصل عند الركيزة. ادي اهو الوصلة تحت اهي، خلاص ادي دي بداية الوصلة من اول هنا كده، ودي نهايتها هناك اهو. فهو بيوصل تحت عند الركيزة، وفي الحديد العلوي بيوصل في نص البحر. بعد كده بشوف عدد الكنات في المتر، بشوف القطر بتاع الكنة كام، بشوف العمق بتاع الكاميرا نفسها. يبقى انا كده استلمت التايبين كله. بيبدا بعد كده، بعد ما بستلم الحديد بيبدا يسقط، والنجار يسقط الحديد يعني في الشده الخشب نفسها. وبعد كده النجار بيبدا يقوي الشده الخشب عشان يجهز الموضوع ده للسقط. ده كده بعد ما النجار خلص التقويات من جوه، هما شغالين بره دلوقتي. طبعا ركبنا السليفات بتاعت الكهرباء، دي كلها كده السليفات بتاعت الكهرباء. يعني ده المكان اللي هيبقى فيه الدي بي، او اللي هي اللوحة بتاعت الكهرباء اللي هي داخل الفيلا. تمام، طبعا برضو الاماكن اللي فيها حمامات ركبنا السليفات بتاعت الصرف، خلاص مع الحديد بتاع الطيبين عشان ما تكسرش بعد كده. ده كده عشان ما ارجعش اكسر بعد ما اخلص صب خرسانه، ما ارجعش اكسر تاني في الطيبين. وطبعا ده بيدعي في الطيبين لما اكسر فيه، فكده احسن طبعا.